بس إن شاء الله اليوم راح تكون المحاضرة مالتنا هي، إذا عندكم فد ملاحظة أو فد شيء ما يعني ما صار عندكم خصوصا بعد الامتحان مال ذاك اليوم، وراح أحاول إنه أشتغل قدامكم كأنه أني داخلة بكوز، ومثل اللي صار الامتحان مال ذاك اليوم أحاول أشتغله حتى أبين لكم يعني أفضل طريقة إنه يكون الجواب نموذجي، بالإضافة إلى أنه يكون سريع، وشنو الشغلات اللي إحنا شفناها وكملاحظات على شغل مجرد أنه بيها فرة، وممكن هسه إحنا نسويها كأنه فتشي إضافي بصفحة، بس راح أعلمكم شلون إحنا نستغل الوقت، شلون أفكر، شلون أطلع شغل كمعماري بأقل وقت. أوكي زين، أول شيء أنا هذه إذا أجي أباوع عليها، أول شيء هم منطيني قياسات لأنه هنا كلها بالإنج، بس أقدر أقدر مثلا احتمال هذه 5، هذه 6 أو 7، هذه 2، وهذه طالع عنها. زين إذا هاي 5 وهاي 7، 12 ب2 14، متر ونص مثلا 14 احتمال 16، منا 16. زين منا نشقد، ممكن أقول هذه 5، هذه هم 5، وهذه 5، يعني 15 في 17. ممكن أخلي منا أنا قلنا 15، زين ومن هنا أنطي 17. أوكي زين، من هنا أنطي هذا الميرر مالته وهذا كذلك. زين الصورة جاية كبيرة، فش أسوي لها؟ أسوي لها اللاين أي إل إنتر، من هنا هاي النقطة ويا هالنقطة، وهاي النقطة ويا هالنقطة، حيطلع لي مسج دا يقول لي نسوي لها الاين وريسكيل لو بس الاين، يعني يعني بس اطبقهم سوا بدون ان اغير، لو اطبقهم وازغر الصوره نسبه للخطوط، اني اريد يسوي لي يطبقهم سوا ويزغر لي الصوره، فش اقول له؟ يس سوي لي ريسكيل. اوكي ار اي ريفرش، هسه صارت الصوره هنا. زين الصورة أريدها تكون اللي ورا حتى أرسم عليها، فأقولها رايت كليك أسلكها ورايت كليك draw order send to back windows layer landscape layer أعمدة layer furniture، هذني اللي أحتاجهم. أوكي أروح على layer properties، أول layer قلنا wall، أنطي لون مميز حتى يبين، وبعدين أغيره أخلي أحمر مثلا، والثيكنس مالته 0.6 و continue. زين layer ثانية window، وأنطي لون مثلا فيروزي، و thickness يكون 0.25. layer ثالثة قلنا land، اللاند مثلا أنطي لون beige، و thickness مالته أخليه default فتشي كوش قليل. layer ثالثة hidden، طبعا انتوا اذا عندكم فايل مسيفين بيه ليارات تقدرون بعدين تستخدموها حتى لا كل مرة تجيبون ليارات، مثلا جوزي واقول له اوكي، بس الهيدن قلنا مو كونتينيو، لازم اسوي له لود واخذ الدش واقول له اوكي، فهنا أنا اختار الدش. زين بعد شنو اللاير؟ قلنا فرنتشر فر دوت، سمعوني؟ ايه ايه ده تسجل، اي نعم ده تسجل. اوكي هسه جهزت الليارات اللي عندي، منو افعله؟ افعل الوول هو الاساس، اقول لك كانت اين جواب. عن طريق البروبرتيز، يعني هسه أنا لفرض سويت هذا اللاين، هو هذا اللاين هسه بالوول، أسلكه أقول له أنت هيدن. أوكي الهيدن هو داش بس هنا ما يبين عندي، فرايت كليك بروبرتيز هذا السكيل هنا 1، سوي 0.1 مثلا، لا بعد لازم يصغر 0.05 0.01 ممكن، أو 0.02
free. انت هذا مو كملته، تسلكه ماتش بروبرتيز وتسوي على الشغلات الباقيه اللي تريدهم. اوكي، اور تسلكه رايت كليك سيلكت سيميلر، حياخذ شكو شيء مرسوم بهاي اللاير وتغيره مره واحده. اذا كان هو انت حاط يعني بهذا اللاير خطين، واحد مسوي داش وواحد مو داش، بس هم تابعين لهاي اللاير، فمن راح اسلكهم هنا يقول لك انه الصفات مالته غير فاريبل، يعني ما معلومه. فمن راح تغير السكيل حيتغير عليهم عد، يعني ممكن هذا منقط يعني نقطه نقطه، وعندك واحد ثاني هم بالهيدن بس هو خط نقطه خط نقطه، فمن استهلكهم هم مختلفين، فهنا ما راح يطلع لك معلوم، بس تقدر تغير السكيل مالته همتين، بس اضمن شيء هو الماتش بروبرتيز. اوكي يعني حسن تمام زين. هسه اول شيء هذا اللاير وهذا اللاير وهذا وهذا، لا مو الصورة، هذا لا مو الصورة، هذا طبعا هذا التقدير اللي من هالجهة يمكن احنا طالعين بيه هواية فاول، نسلكهم ونخليهم هذولي كلهم بلاير الوول. زين هذا كقياس من اخذناه احنا يعني مو منطقي، فنسوي له موف الى هنا. اوكي فلت زين. هسه التكنس طبعا ما تل هذه اطفيه لانه دي يمكن دي يأذينا. انطي بعد اوفست 0.25 من هالجهة، 0.25 منا اللي هي التكنس ما الجدران. تمام زين، انطي فلت حتى اخلص. طبعا الفلت هنا عندي ماخذ مال من الساعة انه بيراديوس، اف انتر ار انتر انطي زيرو. اوكي حتى امسح هذولي الحواف، هنا هم فلت وهنا فلت وامسح وهنا فلت، هاي الكورنر كله صاير براديوس. تكنس مات الجدران، كملنا الجدران الرئيسية هنا، اذا هي خمسة من الداخل 0.25 من هنا، هذه امسحه، فهو تقريبا دي يصير هذا الثيكنس مالتهم. زين هذا انطي اوفسيت من هالنقطة لهالنقطة، اوكي وراها 0.25 حتى اسوي ثيكنس هاي الجدران. زين انطي اوفسيت من هالنقطة لهالنقطة، وراها 2.5 اللي هي اوفسيت مرة ثانية، انطي وانطي القياس مالت الجدران من